الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الأئمة والمهدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. نرحب بقناة المنقذ العالمي وبرنامج أحسن القصص. في أحد الأيام كنت ذاهب أنا وأخوي الشيخ أبو إبراهيم إلى منطقة العشار في البصرة. عندنا قراج هناك بالبصرة، فرحنا نشوفه. فأكو يم القراج محلات يبيعون بها الأغراض الجديدة، فصادف أنا بيها جايني ولد، فاشتريت عربانة مال دفع للأطفال من هذا المكان. فما رجعنا أنا أدفع بيها نفس ال، جيت بالرؤية بنفس الليلة، بنفس الليلة شفت الإمام سلام الله عليه زين العابدين والإمام الباقر عليه السلام صلاة الله وسلام عليه. فمن شفته أنا ابتهرت، يعني لابسين ملابس عباية والحنك متحنكين به، فأنا رأسة ركضت عليهم، أقسم عليكم بفاطمة الزهراء، أقسم عليكم بأمير المؤمنين، أقسم عليكم برسول الله، أحمد الحسن حق لو باطل حشا. فرد علي الإمام سلام الله عليه زين العابدين حق 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 حق، لما ما قعدت من النوم الكلمة الحق ترن بإذاني. اللهم صلي على محمد وآل محمد الأمة والمهدين، وسلم تسليما كثيرا.